ننبه في هذه الآيات الكريمات على بعض التنبيهات التي يحتاج إلى بيانها. وعندنا في هذه الآيات قوله تبارك وتعالى في الآية الأولى والآية الثانية وغير ذلك مما ورد في هذه السورة وفي كتاب الله عز وجل على كل حال من لفظ وهو فالهاء في كلمة وهو مضمومة، ولا يجوز إسكان هذه الهاء لمن يقرأ برواية حفص عن عاصم ولا حتى من يقرأ برواية ورش عن نافع. فمن قرأ في هذه السورة وغيرها وفي هذه الكلمة في أي موضع من كتاب الله تعالى لا بد من أن يعتني ببيان ضمة الهاء، فيقول وهو على كل شيء قدير وهو العزيز الغفور وهو بهذه الطريقة، يعني بحيث لا يسكن الهاء، لا يقول وهو على كل شيء قدير وهو العزيز الغفور وغير ذلك. في قوله تبارك وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الآية الثالثة، الواو هنا مضمومة فلا نقول تفاوت بالكسر، ولا نأتي أيضا بواو غير كاملة الضم، مضمومة لكن غير كاملة الضم، لا مطلوب أن احنا نضم جيدا من تفاوت ووت بهذه الطريقة. في قوله تبارك وتعالى البصر في الآية الثالثة والآية الرابعة لابد من ترقيق الباء، لا نقول البصر با با البصر كرتين بصر هل ترى، هذا غير صحيح، وإنما باء باء فارجع البصر ثم ارجع البصر بهذه الطريقة. في قوله تبارك وتعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أيضا هنا جاء المفخم قبل الباء حرف الراء براء، ونريد أن نرقق الباء بعده بربهم بهذه الطريقة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.